تشهد مدينة أكادير إلى غاية ما تم شهر مارس الجاري سلسلة من الأنشطة المتنوعة المنظمة من طرف الجماعة الحضرية للمدينة وعدد من الشركاء بمناسبة تخليد الذكرى 58 لإعادة إعمار مدينة الانبعاث، والتي انطلقت في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة في 29 فبراير من سنة 1960. وقد أعطيت الانطلاقة لهذه الأنشطة مساء أمس الخميس بقصر بلدية أكادير التي احتضن بهوها معرضا للصور القديمة المكبرة التي التقطت خلال فترات مختلفة قبل الزلزال لمجموعة من البنايات الموزعة عبر أحياء مختلفة من مدينة أكادير. مجموعة من الشواهد التاريخية بالنسبة لهذه المدينة المدمرة في فبراير 1960 التي صمدت أمام الزلزال، غير أن الملاحظ أنه في الأونة الأخيرة حتى هذه المباني بحكم موقعها أصبحت موضع تنافس على عقاراتها، وبالتالي تهديد وشيك لكي تندثر هذه المعالم. ويتضمن المعرض إلى جانب معرض الصور الفوتوغرافية جناحا خصص لجمعية هواة جمع الطوابع البريدية لأكادير والجنوب، والذي يضم مجموعة من الطوابع البريدية المخلدة لأحداث ومناظر ومواقع مختلفة تخص المدينة، بالإضافة إلى بطاقات بريدية قديمة عبارة عن مراسلات تعكس ارتسامات زوار المدينة خلال فترات زمنية بعيدة، خاصة منهم السياح الأجانب. ويضم المعرض المنظم بمناسبة تخليد الذكرى 58 لإعادة إعمار مدينة الانبعاث جناحا خاصا بالقطع النقدية والمسكوكات القديمة جدا، والتي يعود البعض منها إلى عهد الإغريق واليونان، إلى جانب القطع النقدية التي تعود لفترة حكم المغرب خلال العصور الوسطى من طرف الأدارسة والمرابطين والموحدين والسعديين وصولا إلى فترة حكم الدولة العلوية الشريفة.